مشاهدينا الكرام، نتواصل في إعلان نتائج الانتخابات النيابية والبلدية في محافظات المملكة، وننتقل الآن إلى المحافظة الشمالية، حيث يعلن رئيس المركز الإشرافي القاضي محمد ميرزا أمان نتائج انتخابات 2018 بالمحافظة الشمالية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بصفة رئيسا لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب محافظة الشمالية أن أعلن نتيجة الانتخاب عضوية المجلس النيابي والمجالس البلدية. الدوائر الانتخابية التابعة لهذه المحافظة في الدور الثاني، حيث تبين بعد استلام جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية والعامة ولجان الاقتراع في الخارج ما يلي: أولا، انتخاب أعضاء مجلس النواب. الدائرة الأولى: حبيب أحمد علي شبيب حصل على 588 صوت. كلثم عبد الكريم جاسم محمد نايم الحاكي حصلت على 838 صوت. وفي ضوء ما تقدم، تعتبر كلثم عبد الكريم جاسم الحاكي فائزة عن هذه الدائرة. الدائرة الثالثة: حافظ إبراهيم عبد اللطيف الدوسري حصل على 1518 صوت. عبد الله إبراهيم مبارك خليل الدوسري حصل على 2409 أصوات. وفي ضوء ما تقدم، يعتبر عبد الله إبراهيم مبارك الدوسري فائز عن هذه الدائرة. الدائرة الرابعة: نضال إبراهيم يوسف الشوملي وحصل على 1962 صوت. وغازي فيصل حسن آل رحمة حصل على 2456 صوت. وفي ضوء ما تقدم، يعتبر غازي فيصل حسين آل رحمة فائز عن هذه الدائرة. الدائرة الخامسة: السيد فلاح هاشم فلاح عبد الله حصل على 1417 صوت. أحمد يوسف غلوم عباس علي حصل على 1319 صوت. وفي ضوء ما تقدم، يعتبر السيد فلاح هاشم فلاح عبد الله فائز عن هذه الدائرة. الدائرة السابعة: منير إبراهيم أحمد حسن سرور حصل على 1386 صوت. أحمد يوسف أحمد الدمستاني حصل على 1508 أصوات. وفي ضوء ما تقدم، يعتبر أحمد يوسف أحمد الدمستاني فائز عن هذه الدائرة. الدائرة الثامنة: عبد الله خليفة جمعة عبد الكريم الذوالي حصل على 4166 صوت. عبد الرحمن عبد الله حميدان النجدي حصل على 2354 صوت. في ضوء ما تقدم، يعتبر عبد الله خليفة جمعة عبد الكريم الذوالي فائزا عن هذه الدائرة. الدائرة التاسعة: عباس جمعة عباس أحمد العماني وحصل على 2475 صوت. يوسف زين العابدين محمد زينل حصل على 3186 صوت. وفي ضوء ما تقدم، يعتبر يوسف زين العابدين محمد فائز عن هذه الدائرة. الدائرة العاشرة: باسم سلمان محمد سلمان المالكي حصل على 4938 صوت. محمد إسماعيل عباس أحمد العمادي حصل على 3687 صوت. وفي ضوء ما تقدم، يعتبر باسم سلمان محمد سلمان المالكي فائزا عن هذه الدائرة. الدائرة الحادية عشرة: محمد خليفة عبد الله حسين أبو حمود حصل على 3731 صوت. علي سالم عبد الله الفضلي حصل على 2528 صوت. وفي ضوء ما تقدم، يعتبر محمد خليفة عبد الله أبو حمود فائزا عن هذه الدائرة. الدائرة الثانية عشرة: محمود مكي سلمان إبراهيم البحراني حصل على 2590 صوت. مريم جميل سعيد علي مدن حصلت على 1995 صوت. وفي ضوء ما تقدم، يعتبر محمود مكي سلمان البحراني فائزا عن هذه الدائرة. ثانيا، انتخاب أعضاء مجالس البلدية. الدائرة الأولى: سيد شبر إبراهيم فاخر الوداعي حصل على 857 صوت. ياسر علي عبد العزيز أحمد نصيف حصل على 600 صوتين. وفي ضوء ما تقدم، يعتبر سيد شبر إبراهيم فاخر الوداعي
فائزا عن هذه الدائرة. الدائرة الثالثة أحمد موسى عبد الله عيسى الدوسري حصل على 1596 صوت. محمد سعد صالح سعد الدوسري حصل على 2241 صوت. وفي ضوء ما تقدم يعتبر محمد سعد صالح سعد الدوسري فائزا عن هذه الدائرة. الدائرة الرابعة لائق إبراهيم عبد علي سلمان حصلت على 2034 صوت. فيصل محمد علي عباس شبيب حصل على 2287 صوت. وفي ضوء ما تقدم يعتبر فيصل محمد علي عباس شبيب فائزا عن هذه الدائرة. الدائرة الخامسة أحمد محمد عبد الله الكوهجي حصل على 1393 صوت. عيسى عبد علي سلمان يوسف العصفور حصل على 1322 صوت. وفي ضوء ما تقدم يعتبر أحمد محمد الكوهجي فائزا عن هذه الدائرة. الدائرة السادسة قاسم حسن علي إبراهيم السماهيجي حصل على 1107 أصوات. حسين محمد كاظم حسين العالي حصل على 1427 صوت. وفي ضوء ما تقدم يعتبر حسين محمد كاظم العالي فائزا عن هذه الدائرة. الدائرة السابعة زينة جاسم علي جاسم حصلت على 1448 صوت. علي صالح حسين عبد الله محمد حصل على 1317 صوت. وفي ضوء ما تقدم تعتبر زينة جاسم علي جاسم فائزة عن هذه الدائرة. الدائرة الثامنة ياسين زين العابدين محمد زين العبد الله حصل على 3316 صوت. رامي راشد أحمد الكعبي حصل على 3199 صوت. وفي ضوء ما تقدم يعتبر ياسين زين العابدين محمد زين فائزا عن هذه الدائرة. الدائرة التاسعة عبد الله مبارك بلال مبارك حصل على 3291 صوت. أحمد محمود منصور شعبان حصل على 2306 أصوات. وفي ضوء ما تقدم يعتبر عبد الله مبارك بلال مبارك فائزا عن هذه الدائرة. الدائرة العاشرة محمد يوسف محمد الضاعن حصل على 5808 أصوات. ناجح عبيد أجهم حصل على 2724 صوت. وفي ضوء ما تقدم يعتبر محمد يوسف الضاعن فائزا عن هذه الدائرة. الدائرة الحالية عشرة محمد حبيب عبد النبي عبد الحسين محمد حصل على 2555 صوت. أحمد علي راشد المناعي حصل على 3723 صوت. وفي ضوء ما تقدم يعتبر المرشح أحمد علي راشد المناعي فائزا عن هذه الدائرة. وأخيرا الدائرة الثانية عشرة زينب محمود علي عبد الحسين الدرازي حصلت على 2769 صوت. جمال يوسف محمد علي حصل على 1837 صوت. وفي ضوء ما تقدم تعتبر زينب محمد علي عبد الحسين الدرازي فائزة عن هذه الدائرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.